انا اسمي رانيا فاوندر اوف جبرا. جبرا هي شركه مصريه ذات مسؤوليه اجتماعيه لاحياء الحرف اليدويه المعرضه للانتشار في مصر. بدانا بالصدف وبالخياميه وهنكمل بعد كده في حاجات تانية. لما جينا نشتغل في صدف وخياميه اكتشفنا ان مفيش خشب مصري، فجرينا ورا، كنا عارفين في دكتور في جامعه عين شمس بيعمل من خشب من جريد النخل، وبقينا اول كلاينت عندهم ان احنا نستخدم خشب من جريد النخل في التصنيع. الخشب ده اهميته ان هو بنقلل استيراد الخشب، بنشغل الناس في الصعيد، بنقلل حرق المخلفات الزراعيه عشان احنا بنحرق 80 مليون طن مخلفات زراعيه في السنه، وبنقلل الهجره للقاهره والخليج والاوروبا وكل حته، وبنستخدم عليه صدف. الصدف ده من اكتر الصناعات المصريه اللي ممتده بالاندثار. مثلا الورشه اللي احنا بنشتغل معاها كان عندهم 22 عماله مهره جدا من 6 سنين، دلوقتي ما عندهمش غير 6 مثلا. التطعيم مهنه التطعيم عامه سواء بالصدف او باي بالعظم او باي حاجه ثانيه دي بترجع لقدماء المصريين، والنهارده هي بتندثر. فاحنا عشان كده بنحاول نشتغل على ان احنا نحيي التراث الثقافي، ان احنا نعمل منتجات ثقافيه وتتباع وتبقى مودرن وينفع الناس تستخدمها. دي الفكره، وان احنا كمان نستخدم خامات طبيعيه مصريه من البيئه. الخياميه برضو دي خامه مصريه قديمه وبرضو دلوقتي بتندثر، بالذات انها بقت تتعمل برنت، بتعمل لنا برنت، فاحنا بنرجع نستخدمها تاني بالايد. بنعمل لها بين باجز، بوفات، لايتنج يونتس، بنعمل سايد تيبلز محطوط عليها ازاز بالخياميه. دي حاجات كلها بنعملها. بنعمل كمان عندنا فاشن لاين من التطريز، تطريز من كذا حته في مصر. بنشتغل دلوقتي مع ناس من سوهاج ومن ناس من سانت كاترين. هم ستات بيشتغلوا في البيت، هم قاعدين في البيت قد الاون كونفينينس، مش لازم يروحوا فكره ان الست ولا الراجل حتى يروح ساعتين الشغل الصبح او ساعتين الشغل بالليل ويبقى بعيد عن البيت. لا، الست وهي قاعده في البيت سواء بتطبخ بتردع او بتعمل التطريز. وكمان يعني مش بس ان احنا بنشغل الستات في البيت، ان احنا كمان بنحيي التطريز اللي بيندثر ده، بنعمل منه حاجات تتلبس، هدوم، شنط، حاجات زي كده.